واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى لكم يومكم ان شاء الله يكون سعيد، وايامكم تكون كلها سعيده بحول الله يا رب، والله يبعد علينا هذا البلاء والبلاء والوباء يا رب يا كريم. المهم انا اليوم في الليدل شريت هذا الفرماج، هذا ديال الكغاتان ديال البيتزا، 800 غرام بحال اللي كتشوفوا، غير ب 20 كرون، فشريت جوج على ود الثقل ما قدرتش، ولكن نعاود نزيد لانه رخيص بزاف، فرصه فرصه فرصه، وما تيكونش كل نهار هاد الثمن، مره مره تيجيبوها من مكتوب سوبر سبوت، يعني ما تيكونش دائما، ولكن دائما دائما يعني تقريبا كنلقاه من زهري، كنلقاه دائما انا في الليدل، ولكن الناس كيخطفوه صراحه لانه رخيص رخيص بزاف. فهو تيكون 200 غرام كيدير تقريبا 11 كرون 15 كرون، فهذا 800 غرام كيدير 20، فتوفير توفير ما بعده توفير. وبحال اللي كتشوفوا هنايا الغمولال هذا 800 غرام، حنا كنمونو، هانتوما غتشوفوا غتلقاوهم هنايا، هادي عاد شريتها اليوم دايرينها في الالدي غير بتسعود، هي باقا جديده مازال ما تحلاتش، ها هي مازال ما تحلاتش نهائيا، وهادي ديجا كلاوها سالوها، وهادي عاد تحلات، هادي كنت شريتها ب15 ودابا دايرينها اليوم بتسعود، فمن نفس السوبر مارشي من نفس الالدي، سبحان الله. يعني المره اللي فاتت من 3 ايام شريته ب15، اليوم حاطينه ب9 فشريتها، والكيتشوب حتى هو 800 غرام ب10 كرون، هذا شريته حتى هو الحجم الكبير، زعما صراحه مع ولادي انا الغمولال هاد الثلاثه هادو ما خصني دائما يكون عندي مون، ما يقدروش ياكلوا البطاطا مقليه ولا شي حاجه الا ما يكون في الغمولال، وهذا صون على الدنمارك، ما كاينش منه في حتى شي بلاد الا في الدنمارك، هذا الشيء اللي كاين. مدرسة الحلوة، هادو هما اللي كنجلسو فيهم، هادي في المدرسة، اليوم جاي مع أستاذة ديال البيولوجي باش نشوفو الحشرات اللي في الماء والحوت وداك التخربيق. الجمال، دراسة في البحيرة اليوم، كل جروب غيمشي لبلاصة، ويلي ويلي هنا العشب كله. شو على الطبيعة كديرة كوبنهاجن، ها هو الدراري معانا مشاو تيشوفوا الماء تيحللوه، تحليل هاد الماء نشوفوا واش فيه، واش موسخ ولا نقي، وغنشوفوا الا لقينا شي حشرات. جنة الله في أرضه، سبحانك يا رب. تحف،
سلات والماء. كما كتشوفوا البروكولي الخضر ما طايبش، تياكلوا الخضره هكذا خضره باش كيستافدوا منها، والله الا خضر قسما بالله. هانتوما قاصح باش تدخل الفرشيطه فيه والو، هانتي خصو يتقطع بالموس عادي يتكال، الحمد لله كاين الموس. ميتة بالجوع ما فطرتش، نهضروا من بعد ان شاء الله. شوفوا البيستو واللوبيا حمراء، باستا، بروكولي، البيض، التون، الزيتون، الذرة، الجلبانة، تبارك الله ما شاء الله. سلطة غنية 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 بزاف بزاف بزاف. لوبيا خضراء شوف هنا، لوبيا خضراء المهم عامرة ما شاء الله، غنية بزاف 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 صراحة. المهم هما كيتحط بيفي وحنا كنحطو هادشي هكذا، اكيد ماشي مخلط، كل واحد تياخد داكشي اللي بغا. كيديرو لنا الفطور هنا، كيديرو الغدا، كيديرو كلشي صراحه، الديسير، العواصير، كلشي، الحليب، كلشي كلشي، ماكينه القهوه كلشي. السلام عليكم، كيدايرين كيدايرين مع الصحه، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم انا خارجه اليوم الجمعه، الحمد لله ما كاينش مدرسه، وبهذه المناسبة هذا اليوم الجمعة كنتمنى لكم جمعة مباركة إن شاء الله، تدخل عليكم الصحة والسلامة وطول العمر يا ربي يا كريم. الحمد لله واحد الخبر زويون بالنسبة للدنمارك، صافي حيدوا هذاك الشيء ديال كورونا كامل، هذاك الشيء اللي ممنوع، هذاك الشيء ديالو الكمامة، ديرو هادي ديرو هادي، بحال دابا كنا غنمشيو للتيست، يكون بحال دابا كنا غنمشيو للقهوة ولا ريستورون باش ناكلو خص يكون عندنا التيست أو الفاكسان، هذاك الشيء كل شيء تحيد الحمد لله والشكر لله. فرحانين كاملين الحمد لله والشكر لله. دابا انا كنشوفني في الطوبيس، الكمامة حيدوها تقريبا هذه جوج سيمانات، ولكن اليوم بالضبط اليوم كاع هذاك الشيء ديال كورونا، هذاك الشيء الموانع تحيدوا الحمد لله والشكر لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. و مخيره الا يمكن للواحد لا كان غيسافر باش يدير هذاك التست ديال كورونا الا غيمشي شي دوله، اما باش يكون راجع ما كاينش تيست لانه حنا محيدينه صافي، الدنمارك حيداتو والحمد لله والشكر لله، وفرحانين بهذا القرار. الحمد لله لا كمامة لا حتى شي حاجة، لا ابتعاد لا حتى شي حاجة، دابا كلشي رجع عادي كما الأول، ما كاينش مشكل نهائيا الحمد لله والشكر لله يا رب. فهذا الشيء اللي جيت بديت البلاصة في طوبيس لأن الشمس ما كنبانش ليكم، بان لي راسي ما كنبانش ما عرفتش. المهم هادشي اللي كاين دابا انا تما كتشوفو، شوفوا معايا شويه كوبنهاغن، الحمد لله واحد الشمس غزاله كتهبل، خليكم تشوفوا معايا هادشي. قربنا لتيفولي، انا غادي نمشي للمنطقه ديال العرب. غير صافي هادشي كاين، هانتوما كتشوفو الناس كيتبرمجو في البحر، عايشين الحياة الحمد لله. لي ديسكوتيك و داكشي والحفلات تحلو الأسبوع اللي فات، بداو كيحلو شوية بشوية 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 تحلو. هانتوما غتشوفو تيفولي، هانتوما تيفولي
كل شيء خارج. ديجا هذه انا دابا هذه الوحده ونص تقريبا، وحده ونص ديال الظهر. انا بعت من هذاك اللي فيه الشمس، جيت انا لقيت الشمس كثر، ما علينا. والبارح كان عندي فورسو، مش عارفه شنو بالعربيه، مشينا كنبحثوا على الحشرات، عطاونا واحد الحاجات بحال ديال الصيد، كنصيدوا بهم هذوك الشباكي وفيها العصا، وكتبقاي تجبدي من كيجبدوا من الواد، كنجبدوا من هذاك البحيره، وكنديروا عليهم. دابا مشينا للقسم درنا عليهم التحاليل، كنشوفوا واش الماء نقي واش الماء ماشي نقي، الحشرات اللي كاينين واش هما الانواع اللي حنا عندنا في الكتاب ولا لا. المهم هادشي اللي كاين. هاي صحة المشاة، شارع المشاة. هادي صحة المشاة، هادشي اللي كاين. المهم الدنيا زاهية، كل شي فرحان. ان شاء الله الدنيا شحال عامرة. بعد داخل عامر بزاف. شوفوا هنا جيت للسوق القديم، شوفوا الطاولات الانتيك، هي 25 غرام، هنايا 250، تتصور كيتباعوا. هذا صليب احمر زعما اللي كيبيع هادشي، كيصيفط للافارقة. هانتوما الطابلة هادي، حاجات بزاف هالفراش. هذا غير صغيور، محل غير صغيور ماشي كبير، مكاسة كانت ساعرة مع راسي. هانتوما حتى الزربية جديدة، هانتوما كتشوفو كلشي 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 كاين. هادي 115، هانتوما صراحة كاين هادا زوين، هاد الزربية هادي شوفي البراد. على فكرة ما فيه حتى شي مول بيع اللي كيبيع، خاوي ما فيه حتى شي واحد، ما كاينش اللي سرق شي حاجة نهائيا. انتم المحل ما فيه حتى شي حد، داكشي باش كنصور على راحتي. انتم حتى شي واحد ما كاينش كيبيع نهائيا، ولكن الامن والامان. طبلة ديال الدجاج، فيتا فوليا. المهم دابا كتشوف روعة. المهم بغيت نسالي معكم هذا الفلوق، انا عاد دخلت شريت شي حاجات الحمد لله ربي وفقني فيهم. شريت هذه كانت ب كانت هاد الكسوة، هادي كانت هي تعتبر كسوة وتعتبر تيشيرت طويل او بيجامة، اللي بغاها اللي بغا زعما كيما بغيتو تلبسوها تلبسوها. اللور ديالها هكذا، او هنايا وهنايا عندها عادي. مهم عندها داكشي الكليمة او داكشي اللي كيلمع هكذا، ولكن زوين ورطيت برطيت بغزالة. كتجي هكا كتلبس يا اما هكذا يا اما تلبس تيشيرت يا اما. المهم وهاد الصاك هذا، هذا غزال عجبني حيت انا مبقيتش قاده على الثقل، وهذا خفيف بزاف داير بحال الثوب.
حلتو زويون. هذا الساك، وهذا شريته المدرسة، او الا كنت مسافره ولا شي حاجه، او غدا شي رحله اللي بغى يدير واحد لي ساندويتش تيبقاو باردين، لانه هذا عنده الخاصيه ديال التبراد. هاتي نحل نشوف. ميمي حبيبي، انا ميمي حبيبي، مامي اختي عندها الخاصيه ديال التبراد. شفتوا هنا كتبقى الحاجه بارده، ولكن انا غنستعمل الشنطه ديال المدرسه لانه عييت بالشنطه العاديه. شتي كتبقى الماكله، كتحافظ على الماكله، كتحافظ على الماكله بارده. ولي فيتامين اكيد، فيتامين دي سالات وفيتامين سي سالات جبتهم هنا، الحمد لله رخاص ماشي غاليين، هنا غير ب 20 كرون الوحده. وهذه اللي سبحان الله اللي رزقها من عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو هذا العلامه انتم عرفتوها بلا ما نسميوها. مهم 150 صراحه، هذه روعه الروعه، هاي حتى العلامه يعني مبين حتى في الداخل حتى في هذا. هذه بحال تيقولوا زهري، سبحان الله العظيم، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله والشكر لله يا رب، ربي رزقني بهذا هذا الخير، هذا انا كنسميه خير وبركه من عند الله سبحانه وتعالى ورزقه في نفس الوقت. المهم مشيت اليوم الجمعه، خرجت لانه عندي من اثنين الخميس عندي مدرسه، كيف ما كنقدرش نشري شي حاجه الا بغيتها، ولكن الجمعه والسبت والحد فعندي الوقت كامل باش نقدر نشري ونصاوب. هذه واخا لقيتها غير ال 40 ولكن شريتها يوروب، شتوها 44، ولكن قلت ماشي مشكل لانه احسن ما تجيني مضيقه. ديجا جرحت لي البارح رجلي بواحد الصنداله جديده لبستها ملي كنت غاده للمدرسه. المهم بغيت نقول لكم جمعه مباركه، وكنتمنى هذا الفلوق يعجبكم، والله ربي يسهل عليكم كاملين ويحن عليكم كاملين، وكنموت عليكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في شي فلوق تاني باذن الله. مع السلامه، باي باي.